من اراد ان ينتفع بما في القران من مواعظ وما فيه من هدى وان يحقق كمال الايمان فليخلق قلبه للرحمن وليقبل على ما ينفعه من علوم القران وان اشتغاله بغير ذلك يزاحم واعطى جوابا وجيها او ربط هذه القاعده بالاجابه عن كيف يبلغ الحق قوما مع ظهوره وقوه برهانه لكنهم لا يقبلونه الجواب ان قلوبهم امتلات بغيره فلما ابتلغ فلما امتلات قلوبهم بغيره لم يكن فيها مكان لقبوله ولا يتحقق ذلك أي لا يتحقق القبول إلا لمن شرح الله صدره وأنار بصيرته وكشف عنه عماه فطهر قلبه عن كل ما يضاده حتى يكون قلبه محلا للهدى والنور